تحذير ثالث خلال 3 أسابيع فقط من دول مجلس التعاون الخليجي لإيران. هذه المرة جاء على لسان ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، الذي أكد على دعم دول المجلس للبحرين والإمارات العربية المتحدة في موقفيهما ضد إيران. أكد في الوقت نفسه وقوف المملكة العربية السعودية وبقية دول المجلس صفاً واحداً مع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على السيادة والاستقرار، باعتبار أن أمنيهما جزء من أمن دول المجلس كافة. خلال اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، ندد الأمير نايف بما وصفه باحتلال إيران لجزيرة أبي موسى، إحدى الجزر محل النزاع بينها وبين الإمارات، وما وصفه بدورها في أحداث البحرين. التحذير الأخير يأتي في أعقاب زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبي موسى، التي وصفها مجلس التعاون بأنها استفزازية. ومن هذا المنطلق فإني أؤكد على موقف المملكة العربية السعودية الدائم والمستنكر لما تتعرض له دولة الإمارات العربية المتحدة من ممارسات غير مقبولة من دولة مجاورة تأبت على تجاهل حق الإمارات المشروع في جزر الثلاث التي تحتلها إيران. كذلك فإن احتجاجات الشيعة في البحرين أشعلت الموقف بين إيران وبعض دول المنطقة التي تنظر إلى تلك الأحداث على أنها ذات طبيعة طائفية وتحركها يد إيرانية، بينما تقول قوى المعارضة في البحرين أنها تطالب بالديمقراطية والحق في التعبير، وأن مطالبها لا علاقة لها بإيران.